إلى أهم فقرات البرنامج وهي فقرة الاستضافة. ضيفنا لهذا اليوم صادق المسوري، واحد من الفاعلين في مبادرة دارك أمانك التي أطلقتها الجمعية اليمنية للفنون والتصميم بهدف التوعية المجتمعية الواسعة ضد فيروس كورونا. بداية أرحب بضيفي صادق المسوري. سيد صادق، مساء الخير وكل عام وأنت بخير. مساء النور، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا منكم صالح العام. حياك الله. طبعا في البداية يعني لو تضعنا بصورة شاملة عن مشروع الحملة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحملة وفكرتها هي بداية أنه شعورا بالمسؤولية تجاه وطننا ومجتمعنا. بدأت هذه الحملة بجهود ذاتية وطوعية من قبل أعضاء الجمعية اليمنية للفنون والتصميم، وتتويجا أيضا للجهود الكبيرة للشباب اليمني في خدمة وطني وبلادي. جاءت فكرة هذه الحملة دارك أمانك أيضا كانت انطلاقتها مع تسجيل أول حالة إصابة فيروس كورونا في اليمن. نعم. طيب يعني هو قبل أن نخوض معك في بقية الأسئلة، هناك أيضا فيديو تعريفي عن هذه الحملة، نشاهد هذا الفيديو سويا ومن ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيفنا. فيروس كورونا المستجد جائحة عصفت بالعالم أجمع، ولا زالت مختبرات العالم عاجزة عن إيجاد علاج لهذا الوباء، وها هو يصل إلى وطننا الحبيب، مما يتوجب على الجميع الحرص والانتباه. التزامك بسبل الوقاية الصحيحة وبقاؤك في دارك أمان لك ولعائلتك. في حال ظهرت عليك هذه الأعراض: ارتفاع في درجة حرارة جسمك، ضيق في التنفس، السعال، لا تتردد ولا تتأخر، اتصل فورا بالرقم الموحد لوزارة الصحة 195. اعزل نفسك عن المجتمع وعائلتك لحين وصول الفرق الطبية. تكتمك عن هذا المرض كارثة تهدد المجتمع بأكمله، فكن مساهما في حماية مجتمعك، فأنت جزء منه. وطنك دارك ودارك. إذن نعود مجددا مشاهدينا، وأعود لضيفي صادق المسوري. صادق، يعني فيما يتعلق بالحملة، هل هي فقط قائمة على السوشيال ميديا والتوعية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أم أن لها يعني أهداف أكثر شمول وأوسع؟ طبعا احنا اخترنا الحملة حاليا هي قائمة على السوشيال ميديا. اخترنا السوشيال ميديا لأنه أكثر انتشار وأسرع وصول للناس وتناقلها من قبل المتابعين وغيرهم، أو أيضا تناقلهم في الواتساب وغيره. تعرف الآن كل الناس تقريبا عندهم واتساب وهذه الشغلات. نعم، لكن يعني نفهم منك بأنها ستقتصر فقط على السوشيال ميديا. يعني هناك أيضا لو أتينا إلى الواقع اليمني، كثير من الناس لا يحملون الهاتف، البعض منهم، والبعض لا يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا في الأرياف. فهل يعني نستطيع القول أن حدود الحملة لا تتجاوز مواقع التواصل الاجتماعي، أم أن هناك أهداف أكثر ستتم خلال الأيام القادمة؟ أساساً هو الهدف الأول أنه نشر التوعية بأي طريقة، لكن احنا اخترنا مثل ما ذكرت أن السوشيال ميديا، لأنه تقريباً الآن حالياً في كل بيت يمني ما يخلى من الواتساب أو الفيسبوك. تعرف طبعاً الفيسبوك في اليمن تقريباً أغلب بنسبة 95% الأشخاص المتواجدين على الإنترنت، أو كل شخص يملك هاتف في الإنترنت يوجد لديه حساب على الفيسبوك. نعم. احنا حاولنا انه تكون عبر السوشيال ميديا وخصوصا الفيسبوك والواتساب، لانه تقريبا صداها بيكون اكبر ووصولها اسرع، بعيدا عن الحملات اللي تكون في الشوارع او في المسترات وغيرها، ايضا لانها مكلفه. احنا كجهود ذاتيه من قبل الجمعيه اليمنيه والمصممين اليمنيين هي جهود طوعيه بدون اي مقابل. انتجنا تقريبا اكثر من 300 تصميم. جميل. توعوي. طيب، وعدة فيديوهات. آلية العمل كيف تتم؟ يعني بأنه يعني كل مصمم يجتهد ويقدم ما لديه، و يعني تسير الأمور بهذا السياق، أم أن هناك لجنة يعني تعمل على تقييم المعلومة و يعني طرح الملاحظات والتعديل حتى تصلون إلى خلاصة يعني تحمل محتوى قوي وتقدم إلى الناس؟ طبعا ذكرت انه في لجنه مخصصه لهذا الشيء تستقبل التصاميم،
ايضا قبل ما نرسل قبل ما ناخذ التصاميم من المصممين وضعنا لهم مواقع لاخذ المعلومات واستقائها من مصادرها الصحيحه مثل منظمه الصحه العالميه، وكانت اهم مصدر لنا في هذه الحمله. وكل مصادرنا طبعا حاولنا انها تكون مصادر رسميه وبعيدا عن الشائعات او الاشياء الجانبيه. جميل. طيب في ما يتعلق باعضاء الحمله، يعني كم عددكم حتى الان؟ تقريبا كان بدايه الامر العدد 15 مصمم، الان العدد ارتفع. الحمله طبعا مستمره، هي بدات انطلاقتها يوم 15 مايو. نعم. ولا زالت المشاركين يزداد العدد، تقريبا الان وصلنا الى 42 او 45 مصمم. والعدد في الداخل ام في الخارج؟ يعني من كل ما من جميع انحاء العالم، طبعا اليمنيين المغتربين واللي داخل اليمن في كل مكان. جميل. طيب هل هناك صعوبات تواجهكم في هذه الحمله؟ تقريبا ما في صعوبات، انه من ناحيه التنفيذ لانها في السوشيال ميديا اساسا. نعم. الفكره في الصعوبه انه نحتاج انه نوصل المعلومه لاكبر قدر ممكن من المجتمع اليمني. نعم. هذا اللي نحتاجه، سواء بجهود الاعلاميه او قبل الاشخاص بي. جميل. طيب الى او كم تعطي نسبه نجاح حققته هذه الحملة في التوعية من خلال السوشيال ميديا؟ تقريبا ما في قياس محدد او بالضبط، يعني تقديريا هل نجحت 100% برايك ام؟ الحمد لله نشعر انها، اكيد نشعر وراضين لحد الان تمام الرضا انه الحملة وصلت او لاقت صدى كبير يعني في اوساط المجتمع، سواء تناقلها من السوشيال ميديا، الواتساب وغيرها. هذه النتائج اللي وصلت. نعم، يعني أنتم يعني تجدون بالفعل بأن هناك رجع صدى، وأن الحملة يعني لقت آذان صاغية وتفاعل من قبل الناس. نعم، تفاعل من قبل الناس، وأيضا في بعض الصفحات المشهورة في اليمن وبعض المشاهير سواء في إعلاميين وغيرهم نشروا الحملة على نطاق واسع. نعم. ونطمح أيضا بالمزيد. نعم. طيب هل هناك أهداف مستقبلية، يعني أنتم تدرسون الأمر بأن تتحقق في قادم الأيام من خلال هذه الحملة؟ أكيد، لأنه إحنا هدفنا الرئيسي كان هو التوعية بمخاطر الفيروس، فنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تؤدي غرضها ويستفيد منها المجتمع، ونسأل الله أن يجنب بلادنا. نعم. هذا المرض. جميل. لكن هل هناك مخاوف أو لنقل يعني محاذير يعني تجنبتموها أنتم، يعني تعملون على تجنبها في هذه الحملة، و يعني تجدون بأنه من الواجب تجنب هذه الخطوط؟ احنا طبعا المحاذير، واهم نقطة مثل ما ذكرت لك من قبل انه استقينا المعلومات من المصادر الصحيحة، حاولنا انه ما نكون اي مصدر او اي تصميم توعوي نشرناه ما يكون في اي مصدر بعيدا عن المصادر الرئيسيه، او يكون فيه شبهه في مجال التوعيه باضرار الفيروس. هذه نعم. كانت اهم نقطه. جميل. اذا نسال الله لكم التوفيق سيد صادق المسوري، ونشكرك جزيل الشكر لتواجدك معنا في هذه الحلقه.